يترقب عشاق الكرة المصرية في 8 مساء اليوم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في استاد السلام. مواجهة القلاع الحمراء والبيضاء الأشهر بالشرق الأوسط تأتي وسط ظروف استثنائية لأكبر فريقين في المنطقة. الأهلي يشهد مرحلة انتقالية بعد رحيل موسيماني وتولي سامي قمصان مهمة قيادة المارد الأحمر، والزمالك يعاني من غيابات مؤثرة وعدم جاهزية عناصر أساسية. رصيد على أعتاب القمة: الزمالك يخوض اللقاء بـ40 نقطة جمعها من 20 مباراة، والأهلي يخوض المواجهة بـ37 نقطة جمعها من 17 مباراة فقط. صراع الأفضل والصدارة: يبحث الأهلي والزمالك عن الفوز منفرداً وحصد النقاط كاملة وإسعاد الجمهور وحسم البطولة، فمن سيتربع على القمة؟